مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبد القادر النايل. اهلا بكم سيد عبد القادر. بدايه، رغم الاستنكار الدولي لا تزال الحكومه وميليشياتها مستمره في قتل المتظاهرين، بما ترجع سلوك القوات الحكوميه او الى ما ترجع سلوك القوات الحكوميه والميليشيات العنيف ضد الثوار؟ اسعد الله مساكم مشاهديكم. من المعلوم تماما أن السلوك الحقيقي هؤلاء تربوا على الإجرام والقتل، وبالتالي 17 عاما يقتلون بالعراقيين في شتى أنواع بقاع العراق ومحافظاته، وأيادهم ملطخة بدماء العراقيين وهم ذو تبعية خارجية، لذلك لا يأبهون لهذا الشعب لأنهم ليسوا منه وليسوا جزءا من الشعب العراقي. لذلك هذا الأسلوب المنحرف الذي هو مترسخ كعقيدة داخل نفوس هؤلاء المجرمين، لأنهم امتزجت تدريباتهم وفق النظرية الإيرانية التي تؤمن بسفك الدماء والقتل، ولا خيار لهم سوى مواجهة هؤلاء المتظاهرين لأنهم يمثلون العراق ويمثلون تطلعات الشعب العراقي إلا بالقتل وآلة الدمار، لأنهم أولا لا يجيدون الحكم بدليل أنهم هم نفسهم قد فشلوا في حكمهم للعراق، والأصوات المتعالية التي تطالب برحيلهم هي أصوات الشعب العراقي، لذلك يريدون الانتقام منهم عبر القتل، ولا يمكن لمدمن الدماء أن يرتاح دون أن يأتي يوما بعد يوم يسفك هذه الدماء الزكية. طب في إطار التنويع من القوات الحكومية والميليشيات لاستخدامها أدوات قمع مختلفة، أصبحت الآن بالفترة المؤخرة بنادق الصيد هي سيد المشهد، بما تفسر استخدام القوات الحكومية والميليشيات لسلاح الهدف منه إصابة أكبر عدد ممكن من المتظاهرين؟ يأتي هذا التصعيد بعد منعهم للمستشفيات الحكومية في بغداد من علاج هؤلاء الجرحى من المتظاهرين، لذلك هم صعدوا بهذه الوسيلة القمعية من أسلحة الصيد التي لا تستخدم ضد البشر مطلقا حتى يتم تعذيب المتظاهرين أكثر عدد ممكن. أولا الإصابات تكون كثيرة لأنها ستتنوع، الذي ينظر إلى العتاد لهذه الأسلحة يعلم أنه يصيب أكثر عدد ممكن من التجمعات، والمتظاهرون يتجمعون بأعداد كبيرة. ثانيا يضيف تعذيبا نفسيا أن هؤلاء يعذبون ويزدفون بالدماء، سواء الإصابات تكون في العيون أو مناطق حساسة، ولا يوجد هناك من يسعفهم أو يعالجهم، لأن المستشفيات في طريقة وفي خطوة لا إنسانية تطرد هؤلاء المتظاهرين استجابة لقرار الحكومة والميليشيات. لذلك هم يدمجون بين القضيتين، هو بالنهاية المطاف سيتم إعاقته هذا المتظاهر لأنه لا. هل الموضوع مرتبط أيضا بعملية خطف الطواقم الطبية من قبل ميليشيات وقوات حكومية كذلك؟ بالتأكيد، يعني عندما ترى أنه لا يسمع دخول علاج ولا أدوية، الآن الخيام للمسعفين داخل ساحة التحرير لا يوجد فيها لا دواء ولا حتى مواد أولية لتعقيم أو لتضميد الجروح أو لإيقاف النزيف الدماء، كل الحواجز التفتيشية لا تسمح بدخول إلى ساحة التحرير، ثم جرى اختطافهم واغتيالهم وجرى تهديد الأطباء في المستشفيات، فهم يكملون ويستحكمون حلقة التعذيب النفسي والجسدي والإيذاء للمتظاهرين. يعني هناك عدد من المتظاهرين قالوا لنا بشكل مباشر فقدنا النظر وفقدنا أحد أعيننا لأننا لم نتلقى علاجا، لو كان هناك إسعافا وعلاجا أوليا لما وصلوا إلى العمى، وبالتالي فقدوا بصرهم جراء الاستهداف الذي جرى من أسلحة الصيد. لذلك هم يريدون أن ينوعوا عملية الاستهداف لأنهم استخدموا هذا العتاد واستخدموا هذا السلاح، لأنهم يعلمون أن المتظاهرين سيتم إيذائهم أكبر وأكثر بأعداد أكبر. طبعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد تسمم عشرات المتظاهرين في بغداد، هل وصل الحال بهذه الأحزاب إلى درجة من الإفلاس إذا صح الوصف لتصل إلى هذا الحد من الإجرام بفضل التظاهرات، وهو وضع السم في طعام وشراب المتظاهرين؟ من المؤكد أن إفلاسهم وصل إلى الجنون، لأنهم فقدوا الشارع بالكامل، وبالتالي يعني كل الحيل التي أرادوا تسويقها وكانوا يسوقونها سابقا لم تعد تنطلي، وبالتالي لا يمكن لهم الرجوع إلى الشارع.
ولذلك هم يعلمون تماما أنه لو كانت هناك انتخابات مبكرة، لو كانت هناك أي تحول في العراق، هؤلاء سيذهبون بلا رجعة، لأن العراقيون وهم الحاضنة الشعبية هم جميع العراقيون موحدين بشكل تام ضد إلغاء هؤلاء. لذلك وصلوا إلى مرحلة الجنون في أن يفكروا في كل شيء يؤذي المتظاهرون، وإلا كيف يتم دس السم في مادة الشاي أو القهوة أو ما إلى ذلك. هذا حقيقة يؤكد على مرضهم النفسي وأزمتهم، وبالتالي لا يستحقون أن يبقون يحكمون العراق، وهم حقيقة يريدون قتل العراقيين بهكذا عقلية مريضة. الذي ينظر إلى هكذا عقول تتصرف لا يمكن له أن يقبل إلا أن يوقعهم في أن يكونون في مصحات نفسية وتحت الحجر بالكامل، ولا يختلطون مع الناس بهكذا عقول. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين نشرت قائمة بأسماء وصور المتورطين من الميليشيات في قتل المتظاهرين. ما الذي بقي على الحكومة إذن لكي تقبض عليهم وتحاكمهم كما تعهد محمد توفيق علاوي؟ يعني ربط إعطاء الثقة للحكومة التي سيشكلها بقضية محاسبة وملاحقة المتورطين بقتل المتظاهرين. هؤلاء جزء من الأسماء التي تم الكشف عنها، وبالتالي عندما تعلن اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أن هؤلاء قتل بالدليل القاطع، لأن الشعب العراقي يعلم من هو القاتل بالاسم وتبعيته، وبالتالي هؤلاء القتلة هم الحكومة الحقيقيين. لذلك الحكومة من تقتل الشعب العراقي، فلا يمكن لهكذا حكومة أن تحاسب مجنديها أو مرتزقتها الذين يقتلون العراقيين، فهم شركاء في هذه الجريمة، وبالتالي أحدهما يتستر على الآخر لأنهم جزء رئيسي من الجريمة وهم كلهم حكومة. فالذي يقتل والأسماء التي نشرت هي الحكومة بذاتها التي تتحكم برقاب العراق والعراقيين، والتي تبعيتها إلى إيران، وهي تنفذ هذه الأجندات المريضة التي هي دربتهم عليها من خلال القمع والقتل للمتظاهرين السلميين في العراق. في سؤالي الأخير لكم سيد عبد القادر، كل ما تفضلتم به وكل ما هو متداول في الشارع العراقي، يعلم الجميع حقائق الأمور، وكما ذكرنا اللجنة المنظمة للتظاهرات ذكرت أسماء قادة ميليشيات أو أعضاء ميليشيات ساهموا باستهداف المتظاهرين. هل يعقل أن المجتمع الدولي بهذه الإمكانات الاستخباراتية، بهذه الدول العظمى المشاركة به، لا يستطيع معرفة حقائق الأمور الجارية الآن في العراق ويقف موقف المتفرج تجاه القمع الحاصل للعراقيين؟ المجتمع الدولي لا زال متواطئ مع الجريمة في العراق، لأنه هو الذي مكن لهؤلاء المجرمين أن يحكموا العراقيين، وهو الذي وفر لهم السلاح الذي يقتل العراقيين، والدعم الدولي والغطاء على عدم محاسبتهم في انتهاكات حقوق الإنسان. وإلا كل القوانين الموجودة، القوانين السماوية والقوانين الوضعية الأرضية في كل المنظمات الدولية التي تتحكم بالقرار والمحاكم الدولية، تدين هؤلاء وتفرض على الواجب الأخلاقي والقانوني أن يتدخل في محاسبة واعتقال وتصنيف هؤلاء على أنهم إرهابيون دوليين، وهم يرتكبون إبادة جماعية وتطهير واضح تماما للإنسانية في العراق. لكن المجتمع الدولي لا زال متقاعسا عن أفعاله وعن واجباته وعن أخلاقه، لأنه حقيقة يعني أيضا ساهم في قتل العراقيين، لكن العراقيون بصمودهم وبتضحياتهم هذه سيجبرون المجتمع الدولي وغيره على الرضوخ لمطالب الشعب العراقي المفضية إلى أنهاء هؤلاء الظلمة الذين لن يبقوا، لأن الذين سفكوا دماء العراقيون سيزولون إلى مزبلة التاريخ، وسينتصر الشعب عليهم قريبا بإذن الله. عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.